النايب طوني بيك فرنجيه. بونجور. اهلا وسهلا فيك بالاليفيتر، كيف الصحه؟ الحمد لله تمام، كل شيء منيح الحمد لله كثير منيح. يعني زعيم ابا عن جد، بيك ابا عن جد، نايب وشبوبيه، مش ناقص الا العروس. الموضوع قريب او مؤجل؟ هلا بالاليفيتر بتساليني هيك سؤال؟ تنطلع منه نشوف العروس هالقد بدها؟ شو؟ العروس هالقد بدها؟ هلا ما في جواب، بس اعرف الجواب. شو هي مواصفات فاذا شريكة حياتك؟ مواصفات مش قليلة كثير. يعني على الطلب؟ شو على الطلب؟ هلا ما بقى فيني. لا بس انا بتصور يعني اهم شيء يعني انا اذا بدي انصح حدا اول شيء يكونوا بيتفقوا اكيد الذكاء. على كل حال عندي ليستا انا، بس عرفوا انه حضرتك ضيفي اعطوني ليستا الصبايا. ايه لا ماني على سيرة ماني افيلبل. مش افيلبل؟ لا لا يا الله، كان بدها ضو هيدي. هلا بس نرجع نضوي. انقطعت الكهرباء ولا هيدي مقصوده هي؟ بس تقول لك انه ليش صغرتها ما حاولت تجرب تكرر محاوله زحله بموضوع الكهرباء. هلا احنا على الهواء ولا احنا على الهواء؟ هي انقطعت الكهرباء عنا. انقطعت الكهرباء؟ ايه بلبنان ما في مجال ما تنقطع الكهرباء. قد الساعه هلا؟ 100%. فليش صغرتها ما جربت تكرر محاوله الزحله يلي نجحت بموضوع الكهرباء؟ صراحه يعني موضوع زحله مش موضوع بيد المسؤولين السياسيين، يا ريت نحن فينا بصغرتها نعمل شيء بيشبه زحله، ولكن كان بدنا نخالف القانون، لانه نحن كان عندنا تجربه ببعض المناطق من قضاء صغيرتها مناطق شمال اللي هي كهرباء قديشه، ولكن كهرباء قديشه استردتها الدوله عكس يلي صار بزحليه اللي بقي الامتياز مع شركه معينه، ونحن كنا بنتمنى نعمل نفس الشيء، ولكن للاسف القانون ما بيتيح لهذا الموضوع. اي شغله شبيهه بتجربه زحلي كان بدها تكون مخالفه للقانون، والا اكيد كنا عملنا شيء بيشبه. اكيد بالحياه نحن بنأسف انه زحلي وصلت لهون، لانه صحيح 100%. بالحياه في مراحل ومستويات مثل الاليفيتور يلي رح ننتقل فيه انا وياك من طابق لطابق. الطابق الاول بروفايل. قد ايه كان عمرك لما اول مره سقت سياره؟ اول مره سقتها مع بيي كان عمري 12. 12 بس اول ما تعلمت سوق من يعني من انت من دون علم بيي كان عمري 13 14. اوكي، حضرتك معروف عنك قد ايه بتحب الصيد، شو اللي بيميز هيدي الهوايه عندك؟ بعرف انه بتعيش صراحة مغامرات. يعني نحن بلشنا بالصيد كنا صغار، يعني كنا الواحد الصيد هي هوايه بتقدر تنمى كمان مع الانسان، يعني في هوايات كثير واحد بيحبها بصغاره وبيتخلى عنها بس يكبر. الصيد واحد بيتطور بيصير ينتقل من نوع صيد لنوع اخر، يعني وقت كنا صغار كنا نحب نصيد طيور، كنا نحب نتحدى مين بيجيب اكثر شيء. اليوم اللي بخليني اكثر شيء ابقى متمسك بالصيد هو الطبيعه، الجمال، المشي. حلو. يعني هول اللي اليوم بتستلذ فيهم اكثر بالصيد، يعني يمكن ايام كثير وعلى الصيد ما اتصيد شيء ابدا وبرجع مبسوط اكثر وقت بكون موفق. ولا مع انه كنت ناوي اعزم حالي على اكله عصافير عندك بس ماشي الحال. هلا رضيع ما في موسم. بعد شوي. بعد شوي مش الطبق الثاني، كيف فينا نعمل فرق؟ لبنان عجقة سير خانقة، فيضانات، تشققات، يعني شو بدي اقول لك؟ أهم شيء ما تنسي جسر جل الديب الجديد. بدي اسألك عن شو الفرق يلي عملتوه بالوزارة. وزارة الأشغال. بدي اقول لك شغلة، يعني اليوم وزارة الأشغال عملت شوية فرق ببعض المناطق اللبنانية. للأسف بالطرقات الأساسية والكذا بعدها كلها دراسات وبعدها كلها مخططات، واليوم الوزارة يعني بالرغم من كل الأشياء الصغيرة اللي انعملت والتأهيل الطرقات اللي هو شغلة واجب الدولة إنها تقوم فيه وقامت فيه إلى حد معين، لأنه الدولة تقصيرها كتير كبير، ما ممكن وزير يجي يسد هالعجز كله بسنة أو بسنتين. بس أنا بقدر أقول لك شغلة إنه في الشراكة بين القطاع الخاص والعام قدم 3 مشاريع اليوم بالدولة اللبنانية، 2 منهم مقدمين من قبل وزارة الأشغال، يعني وحدة لطريق جوني وحدة تانية للنقل العام. بقى بتصور إن شاء الله هول المخططات يبصروا النور بأسرع وقت ممكن. رح يصير عنا مترو؟ شو؟ رح يصير عنا مترو؟ رح يصير عنا باص؟ إن شاء الله إن شاء الله. أنا للأسف بهيدا البلد اليوم نشوف مخططات وسمعنا بدراسات كتير ما بنقول، يعني أنا كمواطن بحب مثل ما بيقولوا صرنا نشوف شيء ملموس، لأنه قد ما وعدنا اللبنانيين إذا ما فرجناهم شيء ملموس ما
ما حيصدقوا. اليوم خطة الكهرباء طلعت، طب بعد 30 سنة من الحرب بعدنا عم نحكي بالخطة بالكهرباء. أكيد منبارك للبنانيين بالخطة، بس يعني إذا 30 سنة للخطة التنفيذ قديش حيخ؟ لا دخيلك ما تقول لي 30 سنة تانية. شو؟ ما تقول لي 30 سنة تانية. أنا متفائل بكل خير، وتصور هيدي الحكومة عندها فرصة ذهبية تحقق كثير من هيدي المشاريع. إن شاء الله مثل ما بيقولوا أكيد عندهم النية، أنا ما بشكك بنوايا حدا وبوطنية حدا، إن شاء الله بنشوفهم بأقرب وقت عم بيتطبقوا كل هالمشاريع هاي. يا رب. معقول يكون عندك آراء سياسية مختلفة عن آراء والدك السياسية؟ هلا الحمد لله لليوم ما انحطينا بهذا الموقف، يمكن بعض الأحيان نختلف بالتفاصيل، بس دائما بنقعد مع بعضنا وبنتناقش وبنوصل لنقاط المشتركة وبنطلع متفقين. هلا أنا اللي بعرفه إنه علاقتك مع نواب التيار مهضومة، رايقة، حلوة، عكس علاقة والدك معهم، صح؟ نواب التيار الوطني الحر. التيار الوطني الحر؟ لا ابدا، يعني اليوم انا بحكم وجودي بمجلس النواب عندي علاقه شخصيه اكثر معهم. هذا اللي عم بقوله انه العلاقه حلوه. علاقه سياسيه، اليوم انا بالسياسه في كثير اشياء بتبعدني عنهم، في كثير اشياء بنتفق عليها. اوكي. اليوم بي بالنزاعات السياسيه يمكن كثير ناس بيشوفوه على التلفزيون بيركز على الموضوع السياسي، على المواضيع السياسيه، اما العلاقه الشخصيه نحن انا وهو كلياتنا سوا بنفصل عن بعض مع النواب. الطابق الثالث، جرأة. لو قدر لك انك تحكي الشهيد توني بيك فرنجيه، شو كنت بتقول له؟ كنت بقول له كثير اشياء. شو اول شيء بدي اقول له؟ اول شيء بدي اقول له بيخطر على بالك؟ اول شيء بدي انبسط اني شفته، لانه دائما عايش انا بسؤال تسأل حول شخصيته، بجرب اسأل الناس قد ما فيني يلي كانوا بيعرفوه يلي رفقوه بي، بس عندي حشرية اتعرف عليه أكثر كنت أكيد وأعرف شخصيته كيف، وأكيد كمان بسأله إذا راضي عني وراضي عن أدائنا اليوم بالسياسة. بفتكر إنه راضي عليك أكيد. توني بيك، اليوم الموضوع الرئاسي هو اللي بعدكم عن التيار الوطني الحر، ماذا لو بالدورة المقبلة قرر الدكتور سمير جعجع يترشح ضد سليمان بيك فرنجية؟ هلا موضوع الرئاسي بعدنا عنه، كان الجفا بلش قبل موضوع الرئاسي، إجا موضوع الرئاسي ظهرت وزاد الطين بلة. ماذا لو ترشح سمير جعجع بوجه سليمان فرنجية؟ تكون انتخابات ديمقراطية، نحن بننتخب سليمان فرنجي ومؤيدين الدكتور جعجع بينتخبوا بس هيك. وبتصور يعني بعد رئاسة الجمهورية بناء على التصرفات وكذا، أنا بدي أقول لك يعني باللبنان القديم كنا نشوف كثير ناس يتصارعوا برئاسة الجمهورية ولكن تاني يوم يستمروا سوا. وأنا هون بقول مثلا بعهد الرئيس فرنجي ترشح ضد الياس سركيس، بالدورة الثانية كان هو داعم للياس سركيس. هيدي هي اللعبة السياسية، مش هيدي اللعبة السياسية، هيدي الأخلاق يلي نحن اليوم يمكن منطالب أنها تكون موجودة بالحياة السياسية. اليوم نتنافس ديمقراطيا ولكن تاني يوم نرجع ونشوف كيف بدنا نجتمع على مصلحة الوطن، وللأسف أنا بشوف دايما الربحان لازم هو يكون مادد إيده للجميع، وهذا الشيء اللي ما صار مع التيار الوطني الحر. وانت شفت الوزير فرقنا بيه كان بكذا مرة قال أنه أنا مستعد يكون عندي علاقة مع رئيس الجمهورية ويدنا ممدودة، ولكن للأسف يعني هذا الشيء ما صار. الطابق الرابع، سكوب. يلا. شو بقى الأسانسير؟ بدنا اي سي؟ شو؟ بدنا اي سي؟ بطيء بطيء مش عم يطلع بسرعة. شو هي الخطية الكبيرة اللي عملها الوزير جبران باسيل حتى عاد تيار المرضى التيار الوطني الحر وتقرب من القوات اللبنانية؟ احنا ما شفنا خطية، برجع اقول لك أداء وتراكم اشياء وصلت العلاقة لهون، هي مش في نقطة معينة انكسرت فيها العلاقة، يمكن في نقطة طفح فيها الكيل، بس هذا تراكم من الأمور والممارسات يلي شفناها من أول ما كان عندنا علاقة مع التيار الوطني الحر لحديث ما وصلت العلاقة لا مثل ما بيقولوا اختلاف أو خلاف. طيب مش ممكن ترجع القيادة تجتمع وتصافح كل بعض؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. شو ناطرين؟ كل شيء ممكن. شو؟ شو ناطرين؟ يمكن مبادرة حسنية بتحلها، يمكن شغلة من هالنوع، يعني نحن برجع أقول لك ونحن مشكلتنا بالأداء، إذا كان في غلط إذا كان في كذا حنضلنا نقوص عليه وحنضلنا نقولك، يمكن بعض المحلات نربح يمكن بعض المحلات ما نربح، يمكن تنتصر وجهة نظرنا وجهة نظره، ولكن هذا ما له علاقة. برجع أقول لك نحن التيار الوطني الحر في علاقة قديمة، في
نقاط مشتركة كتير كبيرة بالسياسة وفي نقاط بنختلف عليها بالتكتيك. أنا اللي بعرفه إنه علاقتكم مع الرئيس دولة الرئيس سعد الحريري جيدة صح؟ نعم. نحن لا بأس. نحن نحن راح نشوف بركة دولة الرئيس بيعمل. بنهنيه بسلامته كمان هلا على الهواء. صحيح سلامته بيعمل ايه. صلحة بينكم وبين التيار. شو رأيك؟ بتصور يعني في كتير حلفاء كمان عم يجربوا يسعوا بهذا الدور. ان شاء الله خير. وان شاء الله خير. ان شاء الله خير. كيف توصف علاقتكم بالقوات اللبنانيه؟ تحالف صادق ام زواج عقلاني؟ لانه تحالف ولانه زواج. شو بدك تسميه؟ مصالحه، مصارحه وتنسيق بالعمل السياسي لكل ما فيه مصلحه هذا البلد. عم يتم التنسيق داخل مجلس الوزراء بيناتنا نحن كنواب، ورجعت علاقه طبيعيه وعلاقه سياسيه، ولكن المصالحه صارت على على التاريخ يلي بيننا وبينهم، تاريخ الحرب يلي كلياتنا سوا عندنا رغبه انه نطلع منه ونفوت لمستقبل افضل مستقبل افضل. واليوم صحيح. اهم شيء يكون في سلام، بس يكون في سلام ونقاش بعدين نختلف. ما بنختلف، نختلف بالسياسي وبنلتقى بالسياسي، بنختلف على ملف وبنلتقى على ملف. هذا الأهم اللي عملناه نحن والقوات اللبنانية، وبتصور هيدي خطوة كتير إيجابية وصحي أنه نبقى نختلف بعض الملفات وما نكون صوت واحد بكل شيء. طابق الخامس موقف. إذا علقت مع الدكتور سمير جعجع بالإليفيتر شو بتقول له؟ بقول له شفت إنه لو مهما بنعمل آخر شيء بدنا نرجع نعلق مع بدنا نرجع نكون مع بعضنا بنفس المشكلة وبدنا نرجع نلاقي حلول سوا. تفضل علقنا بالاليفيتر. طيب إذا علقت مع الوزير جبران باسيل بالاليفيتر شو بتقول له؟ بقول له لو اشتغلوا مزبوط بالكهرباء ما كنا علقنا بالاليفيتر. هيدي كثير قوية. رح نطلع طابق، طابق السادس ملفات. النظام السوري أم ولاية الفقيه؟ الدولة اللبنانية. لا هيدي ولا هيدي. عم خير، أنا لبناني. عنا علاقة مع إيران وعنا علاقة مميزة جدا مع سوريا. وبنفتخر فيها ولا يوم استحينا فيها. وبتصور هيدي العلاقة لازم كمان تستعمل بما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، بس نحن لبنانيين. مع أم ضد؟ أنا ضد هيدا السؤال من الأساس. بس سألته وخلصت. مع أم ضد محاربة اللي عم بيصير اليوم بالملف القضائي؟ محاربة الفساد بالملف القضائي. أنا مع محاربة الفساد بكل الملفات وبدءا بالملف القضائي، ولكن على شرط يكون محاربة عادلة للفساد واستقلالية الفساد بأهمية محاربة الفساد داخل القضاء. آخر طابق، طابق السابع النصر. توني بيك معقول يتغير؟ توني معقول يتغير اللقب من سعادة النايب لمعالي الوزير؟ كل شيء معقول، سلق بكير بعد مش مفكر فيها هلا. أي متى بتحس حالك رح تكون حاضر انك تلبس عباءة الزعامة؟ الزعامة منا عباية، الشعب هذا بيقرر. بتعتبر حالك اليوم زعيم؟ نايب أنا اليوم، وأنا ما بعتبر حالي شيء، بعتبر حالي مواطن عادي عم مثل منطقتي بالمجلس النيابي. بدي اتمنى لك كل التوفيق سعادة النايب توني فرنجية. شكرا لوجودك معي بالإليفيتر. اهلا وسهلا. ثانك يو. تفضل.